مرحبا بكم جميعا، معكم الأستاذ محمد أنور دهلات، أستاذ اللغة العربية للسلك الثانوي التأهيلي في مراجعة عامة لمجزوءة مفاهيم. هذا الدرس خاص بالسنة الأولى بكالوريا جميع الشعب العلمية والتقنية. إذن في هذه المراجعة إن شاء الله سنعرض لمختلف المفاهيم الجوهرية التي تناولها هذه المجزوءة. أول ما نعرض له هو تعريف المفهوم. إذن تعريف المفهوم لغة، المفهوم لغة هو اسم صيغة على وزن مفعول من الفهم. صيغة على وزن مفعول من الفهم، فهو دال على ما وقع في الذهن فهمه. أما في الاصطلاح وما درج في الحقل الفكري والفلسفي فهو التمثل الذهني لشيء ما الحاصل عبر لفظ دال واصف. إذن اللغة على وزن مفهوم أي ما وقع فهمه، وفي الاصطلاح الفكري والفلسفي نصل إلى أنه اللفظ الذي يدرك به جوهر الشيء. إذن هو يصف الشيء حتى يصل إلى جوهره. فمفهوم الصلاة في الاصطلاح الديني مثلا يحيلنا على عبادة مخصوصة بحركات وأذكار وشروط وأركان وغيرها. أما تصنيف المفاهيم فيأتي تبعا للإطار المرجعي. هذا الإطار يمكن تفصيله وتفسيره بأنه حقل معرفي معين، سواء ما كان هذا الحقل. إذن تصنيف المفاهيم يأتي تبعا للإطار المرجعي الذي تنتمي إليه، أي حسب الحقل المعرفي الشائعة فيه والمنتسبة له. فالسياسة كحقل معرفي وإطار مرجعي مثلا يدخل في تداوله مجموعة من المفاهيم من قبيل الديمقراطية والاشتراكية والاقتراع والحزب وغيرها من المفاهيم التي تضج بها هذا الحقل وغيرها من الحقول. والمعلوم عندنا أن كل مفهوم يعبر عن الإطار الذي ينتمي إليه، وكل إطار يحصر هذا المفهوم ويضعه في سياقه. إذن فكل من المفهوم والإطار يعرف ويعرف الآخر. فحقل الاقتصاد مثلا يستدل عليه بمفاهيم متعددة مثيلة الإنتاج والعرض والطلب وهامش الربح وهكذا. إذن فكل مفهوم يدخل في إطار مرجعي معين وحقل معرفي يحده. في مناولتنا لمجزوءة مفاهيم سنتطرق للتعريف بمفاهيم جوهرية وهي ثلاثة، أولها الحداثة، ثم بعد ذلك التواصل، ويليه بعد ذلك الإبداع. إذن هذه هي المفاهيم الثلاث التي ستعرض لها مجزوءة مفاهيم. مفاهيم حديثة تدخل في إطار التداول اليومي والإشاع الثقافي وغيرها. في هذه الحصة إن شاء الله سنعرض لمفهوم واحد وهو مفهوم الحداثة، حيث أنه هو مبتدأ هذه المجزوءة. لذلك سنعرض نصا يعبر عن هذا المفهوم. نص الانطلاق هو نص لعلي أحمد سعيد أدونيس، الشاعر الناقد الذي عرف باحتكاكه بهذا المفهوم وكثرة تداوله له والدفاع عنه. إذن ما حقيقة الحداثة؟ هذا النص سيعرض لنا من طبيعة الحال من خلال العنوان
سيعرض لنا لهذا المفهوم، إذا نتدارسه إن شاء الله. درجة العادة أن أول ما يدرس في النص هو خطوة الملاحظة، خطوة الملاحظة هذه الخطوة هي التي تعرض إلى دراسة المشيرات الدالة مبتدأ، وتعرض دراسة العتبات التي تسهل الولوج إلى النص. المشيرات الدالة هي كما قلنا العتبات المسهلة لولوج النص، ويمكن اعتبار هذه المشيرات حسب النص وحسب طبيعته واختيار المشير الدال عليه المسعف في تفرس النص والمسعف في تعرف معالم النص واستباق معانيه مبتدأ. المشيرات الدالة بخصوص هذا النص نجد أولا العنوان، العنوان الذي جاء بصيغة استفهامية، ما حقيقة الحداثة، ما حقيقة الحداثة. ودرج في دراسة النصوص أنه إذا جاء العنوان استفهاما فالحري بالنص أن يكون إجابة على هذا الاستفهام. زيادة على مشير العنوان نقترح مشيرا آخر وهو بداية النص الذي يقول فيه أو في مفتتحه الشاعر الناقد: لا أزعم أن الجواب عن هذا السؤال أمر سهل، لا أزعم أن الجواب عن هذا السؤال أمر سهل. إذن من خلال دلالات العنوان وبداية النص يمكن افتراض موضوع النص واستباق مضمونه في فرضية. إذن هو هنا في بداية النص يعرض أنه سيجيب عن السؤال ويصرح بأنه سيتعاطى مع السؤال للإجابة عنه، والسؤال هو ما حقيقة الحداثة. من خلال هذين المشيرين يمكن افتراض أن النص سيخوض في إبراز ماهية الحداثة وتجلية حقيقتها، إبراز ماهية الحداثة وتجلية حقيقتها. إبراز ماهية الحداثة إذن هو التعريف، وتجلية حقيقتها إزالة ما علق في هذا المفهوم من وهم ولبس والتباس. إذن بعد ملاحظة النص نأتي إلى الخطوة الثانية وهي خطوة الفهم. ونحن في الملاحظة نشير إلى أن هناك مشيرات دالة كثيرة يمكن اعتبارها في صوغ الفرضية، منها مثلا مصدر النص أو نهايته وصاحبه، كذلك إذا درج أن اعتاد على دراسة مفهوم من المفاهيم وخصص كتاباته لهذا المفهوم. إذن مع النص، نص الانطلاق كما قلنا هو لعلي أحمد سعيد المعروف بأدونيس، ما حقيقة الحداثة. يقول الكاتب: لا أزعم أن الجواب عن هذا السؤال أمر سهل، فالحداثة في المجتمع الغربي إشكالية معقدة، فالحداثة في المجتمع الغربي إشكالية معقدة، ولكني أود أن ألجأ إلى شيء من التبسيط، فأقسم الحداثة إلى ثلاث أنواع، إلى ثلاثة أنواع: الحداثة العلمية، وحداثة التغيرات التورية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والحداثة الفنية. علمياً تعني الحداثة إعادة النظر المستمرة في معرفة الطبيعة للسيطرة عليها،
إعادة النظر المستمرة في معرفة الطبيعة للسيطرة عليها، وتعميق هذه المعرفة وتحسينها باطراد. ثورياً، تعني الحداثة نشوء حركات ونظريات وأفكار جديدة ومؤسسات وأنظمة جديدة تؤدي إلى زوال البنى التقليدية القديمة في المجتمع وقيام بنى جديدة. وتعني الحداثة فنياً تساؤلاً جذرياً يستكشف اللغة الشعرية ويستقصيها، وافتتاح آفاق تجريبية في الممارسة الكتابية وابتكار طرق للتعبير تكون في مستوى هذا التساؤل. وشرط كل هذا الصدور عن نظرة شخصية فريدة للإنسان والكون. تشترك مستويات الحداثة هنا مبدئياً بأنواعها الثلاثة في خصيصة أساسية، وهي أن الحداثة رؤية جديدة، وهي جوهرياً رؤية تساؤل واحتجاج، تساؤل عن الممكن واحتجاج على السائد. فلحظة الحداثة هي لحظة التوتر، أي التناقض والتصادم بين البنى السائدة في المجتمع وما تتطلبه حركته العميقة التغييرية من البنى التي تستجيب لها وتتلائم معها. إذن هذا هو نص الانطلاق. ودرجة العادة كما قلنا أن الملاحظة تأتي قبل الفهم، فبعد الملاحظة نأتي إلى أهم خطوة وهي مرحلة الفهم، فإن لم يفهم النص لا يمكن تحليله أو تركيبه. في أول خطوة في الفهم نعرض لعبارات من النص دالة على ماهية الحداثة، وهي مبتدأ قول الكاتب: الحداثة في المجتمع الغربي إشكالية معقدة. إذن هو هنا يصرح أن هذا المفهوم وهذه الظاهرة هي إشكالية معقدة، وأين في معقلها وفي منشأها وفي مطلعها، عدا أن تكون إشكالية، عدا أن تكون معطى سهل المناقشة عند من استقبل هذا المفهوم وهذه الظاهرة. إذن هي في المجتمع الغربي إشكالية معقدة، الحداثة في المجتمع الغربي إشكالية معقدة. العبارة الثانية التي نجدها دالة على ماهية الحداثة وهي قوله: أقسم الحداثة إلى ثلاثة أنواع. أقسم الحداثة إلى ثلاثة أنواع: الحداثة العلمية، وحداثة التغيرات التورية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والحداثة الفنية. إذن هنا يقسم تبسيطا وتسهيلا لهذا المفهوم، للتعاطي لهذا المفهوم ولتجليته ولإظهاره للقارئ، يحدد لها كما قلنا ثلاثة أنواع: حداثة علمية، وحداثة تورية اقتصادية واجتماعية وسياسية، والحداثة الفنية. إذن هذه العبارة نجدها دالة كذلك زيادة على العبارة الأولى على ماهية الحداثة. العبارة الثالثة وهي قوله، وهذا يشبه أن يكون جمعا لما سبق من النص بأكمله وجمعا لهذه العبارات الواردة: تشترك مستويات الحداثة هنا مبدئيا بأنواعها الثلاثة، إحالة على هذه الأنواع الثلاثة المذكورة: الحداثة العلمية، والحداثة التورية، والحداثة الفنية. تشترك مستويات الحداثة هنا مبدئيا بأنواعها الثلاثة في خصيصة أساسية، وهي أن الحداثة رؤية جديدة، رؤية جديدة. إذن هذا أشبه ما يكون بتعريف جامع للحداثة، أنها رؤية
جديده، وهذا الاصطلاح الذي اتى به الكاتب هنا تضج به مراجع تعريف الحداثه، خاصه في وصف شعر بدر شاكر السياد بانه شعر الرؤيا بألف ممدوده، ليست الرؤيا بمعنى التي تحيلنا على النظر، ولكن الرؤيا تلك الرموز التي من خلال تحليلها تحيلنا على واقع وتحيلنا على مستقبل أكثر مما هي إحالة على الواقع. إذن هذه العبارات هي التي نجدها أكثر دلالة في النص على ماهية الحداثة، فأتينا بها لتجلية المفهوم أكثر في الذهن. دائما مع النص في خطوة الفهم. نأتي بعد هذا إلى استجلاء المضامين. وأول المضامين الواردة في النص هي إقرار الكاتب بصعوبة تحديد ماهية الحداثة، كون أنها كما قيل إشكالية معقدة في الغرب في حد ذاته، عدا أن تكون بسيطة عندنا، لأن الغرب منشأ هذا المفهوم ومنشأ هذه الظاهرة، فأخذ هذا المفهوم سيؤخذ من طبيعة الحال كما كان في بنيته الأصلية وبيئته الأصلية، وهم يشتكون من كون أنه إشكالية معقدة، فهذا التعقيد لن يسلم منه أي دارس بعد. إذن هو يقر أن صعوبة أن هذا المفهوم صعب المناولة وصعب الدراسة، الإقرار بصعوبة تحديد ماهية الحداثة وتقسيمها تبسيطا إلى ثلاثة أنواع، تقسيمها تبسيطا إلى ثلاثة أنواع. وقد عرضنا لهذه الأنواع في تلك العبارات الدالة على ماهية الحداثة، إلا أننا الآن في استخلاص المفاهيم، استخلاص المعاني الكبرى للنص، سنأتي على هذه الأنواع واحدا تلو الآخر. هذه الأنواع ستعرض لتعريفات مختلفة للحداثة ولهذه الظاهرة وهذا المفهوم. يقول: الحداثة علميا، إذا هنا أول نوع من أنواع الحداثة كما فصلها الشاعر الناقد أدونيس، أن الحداثة علميا، هذا أول نوع، إعادة النظر المستمرة في معرفة الطبيعة للسيطرة عليها وتعميق هذه المعرفة وتحسينها. إعادة النظر المستمرة في معرفة الطبيعة للسيطرة عليها، وهذا هو أول وعد جاء من قبيل الحداثة، أنها ستخضع الطبيعة سيطرة الإنسان. وهذا الوعد من طبيعة الحال نراه قد تحطم وتهدم، كون أن الإنسان لم يقدر على تطويع الطبيعة والسيطرة عليها. ويقول بعد ذلك: وتعميق هذه المعرفة وتحسينها. إذن الاستمرار في النظر إلى هذه الطبيعة كبيئة جامعة قصد تعميق المعرفة بها وقصد تحسين هذه المعرفة للسيطرة كما قلنا. المستوى الثاني أو النوع الثاني من الحداثة هو الحداثة التورية. الحداثة توريا حركات ونظريات وأفكار جديدة ومؤسسات وأنظمة جديدة تؤدي إلى زوال البنى التقليدية القديمة مقابل قيام بنى جديدة. إذن هنا سنستشف صراع القديم والجديد، أي أن الحداثة بطبيعتها وما يحمله هذا المفهوم من الجدة سيتصارع مع القديم تلقائيا، فهو يريد أن يزيل كل قديم لإعادة بناء
مؤسسات جديدة وأنظمة جديدة وبنى جديدة. إذن هو سيزيح القديم لإقامة جديد. وثالثا وهو النوع الذي يبرز فيه الكاتب وجها آخر من وجه الحداثة، وهو الحداثة الفنية. الحداثة فنيا تساؤل جذري كما يقال، أو كما قال تساؤل جذري يستكشف اللغة الشعرية ويستقصيها. وهنا نعود لكي نذكر بأن الكاتب شاعر من شعراء مدرسة الحداثة، فهو لصيق بهذا المفهوم وكثير مناولته، فلا غرابة أن يتحدث عن الشعر بهذا الصدد. الحداثة فنيا تساؤل جذري يستكشف اللغة الشعرية ويستقصيها كما قال، وافتتاح آفاق تجريبية في الممارسة الكتابية. إذن مدرسة الحداثة فنيا كما نعلم أتت على هدم قواعد الشعر وهيكله التقليدي من خلال إزالة نظام الشطرين المتناظرين وإحداث نظام جديد هو نظام التفعيلة والسطر. لذلك نجد هذه التورية أزاحت ما كان مكتسبا من قرون من الزمن بخصوص الشعر وبخصوص هذا الفن العربي القديم العتيق، فأزالته في بضع سنوات. إذن الحداثة فنيا تساؤل جذري يستكشف اللغة الشعرية ويستقصيها، وافتتاح آفاق تجريبية في الممارسة الكتابية، وابتكار طرق للتعبير باعتماد نظرة شخصية فريدة للإنسان والكون. إذن إعادة النظر للإنسان والكون بصفة عامة تؤدي إلى إعادة تعريف الإنسان والكون، وتؤدي إلى هذه الحداثة الفنية كما قلنا. إذن خلاصة الفهم، خلاصة فهم النص تأتي على هذه الشاكلة، ونعتمدها كي تبين وتظهر وتبرز هذا المفهوم بصفة عامة. نستخلص مما سبق أن الحداثة مفهوم متشعب ليس من السهل التعاطي معه وإبراز حقيقته، ليس مفهوما سهلا كما صرح الكاتب، وأنه متعدد الحضور في سياقات مختلفة، وأنه ذا مناحي ومجالات متعددة يكتسي طابع المجال الذي يساق فيه. فهو علميا إعادة النظر في معرفة الطبيعة للسيطرة عليها، إعادة النظر في معرفة الطبيعة للسيطرة عليها، وتوريا روح جديدة تؤدي إلى زوال البنى التقليدية القديمة مقابل قيام بنى جديدة. أما فنيا فهو تساؤل جذري يستكشف اللغة ويفتتح آفاقا تجريبية في الممارسة الكتابية وابتكار طرق للتعبير. إذن هذا في سياق ما عرضناه سابقا، ونجمعه الآن، ثم بعد ذلك نخلص إلى عمومية بخصوص الحداثة، إلى فكرة جامعة بناء على هذه الأنواع الثلاثة، وهي قول الكاتب: وعموما فالحداثة رؤية جديدة، رؤية تساؤل واحتجاج، رؤية جديدة، رؤية تساؤل واحتجاج، تساؤل عن الممكن، إذن هي تستشرف المستقبل والإمكانيات المتاحة في الحاضر وفي المستقبل، وكذلك احتجاج على السائد، احتجاج على السائد، إذن هي ذات فكر نقدي تنقد كل سائد وتنقد كل حاصل متحصل طلبا في تحسينه وطلبا في إبداله بالممكن المجود ما أمكن.
إذن إلى هذا إلى هنا نأتي على نهاية هذا الملخص، ونأمل أن يكون قد حصل المطلوب وتجلى المفهوم بوضوح في أذهانكم، والأمل أن تكونوا موفقين إن شاء الله في التحصيل الدراسي عموما وفي الامتحان بإذن الله، والسلام عليكم.